تالا مصطفى الأولى على المملكة في الفرع العلمي بمعدل 99.8. أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ أول شيء برحب فيكم جميعا. الحمد لله منيحة. كيف كان شعور الفرحة لما سمعتي خبر أنك أنت الأولى على المملكة؟ والله يعني شعور ما بينوصف، لأني أنا لهسه يعني مش كتير مستوعبة اللي صار، بس الحمد لله. يعني تالا أنت كنت أحد طلاب منصة جو أكاديمي، حابين نعرف والطلاب حابين يعرفوا كيف كانت تجربة تالا مع منصة جو أكاديمي؟ هسه أنا كنت ماخذ منصة جو أكاديمي كإشي تكاملي مع دراستي بالمدرسة، يعني أنا كنت أعتمد برضو على المدرسة، بعد ما أروح من المدرسة أرجع أعيد مثلا حصص مع أسادة تانين. أنا من النوع اللي بحب أسمع المعلومة أكتر من مرة عشان تثبت بعقلي، فكنت معتمدة منها على هذا الموضوع على جو أكاديمي، بحيث أنه الموضوع أونلاين ما حياخد كتير من وقتي، ما حضطر أطلع وأروح وأجي، فعشان هيك الصراحة. وضحي لي أكتر، مع مين كنت تدرس على منصة جو أكاديمي؟ هسا بمادة الأحياء كنت ماخذ مع الأستاذ حسام عياش، بمادة الرياضيات مع الدكتور مصطفى العفوري، العربي ضياء أبو الرز، الأستاذ ضياء أبو الرز سوري، الإنجليز الأستاذ شادي الرمحي، كيمياء الأستاذ نضال هندي، برضو في فيزياء الأستاذ محمد الدين. هسا أنا كنت يعني بعض الأشياء مثلا بعض المواد إنه هاي الحصة مش محتاجيتها ما أحضر، يعني أنا كنت أنظمه بطريقتي. تالا اليوم في أهالي عم بسمعونا وفي طلاب مقبلين على مرحلة التوجيه 2006، ومنهم كمان لسه يعني في بعد سنة وسنتين حيكونوا طلاب توجيه، حتكوني بالنسبة لهم أنت قدوة اليوم، فهم حابين يسمعوا نصيحة منك بأوقات الدراسة، بآلية الدراسة، بشو في نصيحة ممكن توجيهيهم إلها بحيث أنهم إن شاء الله يكونوا على خطى الأوائل في هاي المملكة. هسه بالنسبه مثلا لاوقات الدراسه بحس بتختلف من شخص لاخر، يعني مثلا لو بترجع على الاوائل السنه الماضيه كانوا يدرسوا اقل مني، الا انه مثلا هم ما بيحتاجوا الوقت اللي انا بحتاجه كاستيعاب وكفهم وزي هيك، فهو بيختلف من شخص اخر على حسب قدرته بالفهم والاستيعاب. بالنسبه للتنظيم اهم شيء انه ما يراكموا، لانه لما الواحد يراكم، راكمت والله لموادي لاسبوع لاسبوعين بوصل لمرحله ما حقدر اسيطر عليها، فهذا الموضوع حينقلب توتر علي وضغط اكثر نفس علي انه انا مش قادره الحق، فيحاولوا انهم ما يراكموا. واهم نصيحه واهم شيء انه يحسنوا الظن بالله ويتقربوا من الله، لانه فعلا حسن الظن بالله هو اللي رح يوصلهم جد. بتشجع الطلاب انهم يدرسوا عن طريق المنصات ولا بتشجع الطلاب انه يعتمد بشكل اساسي خلص على دراستك الفرديه؟ يعني وجههم من هاي الناحيه لحتى يسمعوا النصيحه كمان الطلاب، وبنكون هيك ان شاء الله امورنا تمام. شوف انا احكي لك اياها بكل صدق، الموضوع بيرجع على الطالب نفسه. في طلاب يحتاجوا، يعني انا معي صحبات بعضهم يحتاجوا مراكز، بعضهم اعتماد كلي على حالهم او على المدرسه وزي هيك. بس شوف، في يعني بحس الشيء اللي بدهم ياخذوه لازم يكون تكاملي مع مدرستهم، لانه بالنهايه الحصه الصفيه كمان جوها بيختلف، بس لما يجوا يختاروا مركز او بطاقه او هذا ياخذوا بعين الاعتبار كل شيء. هل انا بضيع وقت والله بالروحه والجيه وباللبس وبهالقصص، والله هل انا ممكن افهم اونلاين، ولا هل انا بحب اشوف الاستاذ قدامي، فهم يعرفوا حالهم قبل ما يختاروا هذا الشيء، لانه بيختلف من طالب للثاني. تمام تالا، الف مبروك لك، وان شاء الله بنشوفك في مقامات اعلى وفي شهادات اعلى. كنا معك منصة جو أكاديمي، منصة الأوائل في المملكة. شكرا لكم، يعطيكم العافية.